على شيخ المنوفية مسكين. يقول التصوف خصال محمودة أولها تجريد التوحيد، يعني تجريد التوحيد لله وحده لا شريك له، لا إله ثم الله الإيثار، الإيثار تفضيل الغير على النفس، ثم إيثار الإيثار، إيثار الإيثار ده رقي أرقى، الله أكبر يعني، ثم حسن العشرة، حسن المعاملة وحسن الخلق وحسن التواضع، مجدينة الحكومة السادات وحسن السيسي، ثم فهم السماع، فهم السماع يعني قالت الكويتي مو يسمع مني ويطلع مني لا يعني اللي يسمعه كده يفهمه ويطبقه، ثم ترك الاختيار، عاوز كده وعاوز كده ومش عاوز، عاوز واحدة حلوة وعاوز عين خمرة وعاوز عين زرقاء وعاوز فلوس، ثم سرعة الوجد، سرعة الوجد القلب الرقيق الذي يلين عندما يسمع كلام الله، والله انك شاعر مثل اختنا، ثم الكشف عن الخواطر، يعني لو في مكنونات نفسي امور طيبة وجيدة أبديها للناس وأعلمهم بها حتى يسيروا في طريق الله، ثم كثرة الصمت إلا فيما يقول إلى الله، نعم من صمت نجا كما قال الله صلى الله عليه سلسل. وسلم، ثم ترك رؤية الاكتساب، يعني عدم الطمع في الدنيا، الطمع في الدين على رأي سيد خالد كل ما شاء الله، ما شاء الله، ثم ادخار، ثم تحريم ادخار ما يكتسبه، يعني لو اكتسب يعني لا يعني خذ إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه، يعني يكفيك إيه رأيت الجوع يذهبه رغيف ومزق الكف من ماء الفرات، مدى تطلع شاعر وفقيه، وعلامة الفقير هنا سيد أحمد رفاعي يقول أي الصوفي يقول الصادق في جميع الحركات، إنسان ظاهره كباطنه، التقلل من المباحات، هلا هلا سيدي، التقلل من المباحات، يعني كل الأمور المباحة لو الإنسان غمر نفسه وسط المباحات قد يقع في الحرام، الصمم عن كثير من المسموعات، يرمي خلف ظهري معظم الأشياء التي لا تنفع في دينه، إيه والله وينك إحجازي ويا الفياضي، ولا يطلب المعدوم حتى يبذل المجهود والموجود، نعم افعل ما عليك من واجبات حتى يأتيك الخير من رب الأرض والسماء، هني مكتوب الموجود أي لا يطلب الرزق القائم حتى ينفق الرزق الحاضر، قدم ما في يديك سلام هلا هلا شيخ، يأتيك ما عند الله، وانقطاع الحيلة في كويتين يقول والله أنا انقطعت حيلته، يا ما لذنا إذا انقطعت بنا الأسباب، الله حتى لا يرى في أحوالي وشدتي ورخائي وتقلبي غير خالقي ومكوني، وأن الفقير متى نظر إلى ما يلبس التبس عليه أمره، يعني تواضع شديد جدا في أنه يلبس ملابس الفقراء ولا يفعل ما يفعله الأغنياء ويترك البزخ ويترك الطمع في الطريق الدنيا الحصافية، لكن الطمع في الدين زي ما قال سيد خالد، شكرا، ومتى رأى ما رأى الخلق من دونه ظهرت عيوبه، الفقير ابن وقته، نعم كل ما يرى ناس أقل منه أنا بي هذه الأمراض حتى يعالجها ولا يطمع فيه ما شاء الله عليك، ولا يعجبه، البس عمة أزهرية أنت، الله يحفظك، دار العلوم أحسن من الأزهر، شكرا، الفقير ابن وقته، الفقير ابن وقته الذي يعني هو الذي يعيش، كان الوالد يقول يعيش واقعه بما يرضي الله، درعمية مو ياكل سندويشات اصلنا ازهر، طيب بس بعد كده خدوا يرى كل نفس من انفاسي عز من الكبريت الاحمر، كل نفس من انفاسه مهم جدا جدا وغالي عليه ولا ينفقه الا لله فلا يضيع وقته الا فيما يفيد نفسي، يعني النار نفس كل نفس زي الكبريت الاحمر، الكبريت الاحمر لانه نادر جدا وغالي ومهم الله، فهو يحافظ على انفاسه يعني وقته ضنين به إلا فيما يرضي الله، يودع لكل ساعة ما يصلح لها ولا يضيع شيئا، أيوة يعني إيه لكل مقام مقال، وقت البكاء بين يدي الله يبكي، ووقت الصيام يصوم، ووقت الصلاة يصلي، ووقت الزكاة يزكي، وين الفياضي جيبوا الشيخ الفياضي، يقول وعليه أن يخزن لسانه عن نطقه ولا يطلقه في غير حقه، نعم يعني احفظ لسانك ايها الفياضي من داخل لا يلدغنك انه لا الفياضي داخل خلف المقابر من اسير لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، فاذا نطق ينطق بعلم واذا صمت يصمت بحلم، نعم يتكلم وهو يعلم عن الله وعن نبيه وعن دينه، واذا سكت يسكت عن الاخرين بهدوء ودون ان يعنفهم ويؤذيه، ولا يعجل بالجواب ولا يهجم على الخطاب، نعم متريث عنده حلم واناه وتؤده، طلع فهلوي، واذا راى من هو اعلم من انصت لاستماع الفائده، طبعا طبعا قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم مدد، وتعلم وامامنا يعني قصه موسى عصفية. والخضر وهذه الامور علمتنا التواضع في طلب العلم وعدم الكبر، وإذا رأى من هو على من أنصت الاستماع الفائدة يحذر من الخطأ، يحذر من الخطأ يعني إيه قبل أن يضع رجله يعلم أين يضعها حتى ويحترز إيه والله ويحترز من الغلط والزلل، نعم يحترز من الغلط والزلل، برضو نفس المشي مع اللي فاتت على أنه إنسان
يعني حريص وعنده فقه وبدون إيه بدون أي تسرع وأي ولا يتكلم فيما لا يعلم ولا يناظر فيما لا يفهم. نعم اللهم إنا نعوذ بك أن نشبك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. فتح أدمنه فيه وبس أنا فيه مساكين. يقول أول ما ينبغي الإنسان أن يأمر نفسه بالمعروف فإذا تمرت يأمر الناس. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه، فهناك يسمع ما يقول ما تقول ويكتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وينهى عن نفسه وعن المنكر فإذا انتهت ينهى الناس، وإلا وإلا فيصير هدفا للسهام. قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يكون قدوة للآخرين في الأمر والنهي، يبتدئ بنفسه في الأمر يأمر نفسه أولا وينهى نفسه أيضا أولا، ثم بعد ذلك ينهى الناس ويأمرهم. ولقوله تعالى عاملة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ما شاء الله أنت خريج شنو سيدي؟ الأزهر. العلوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية 1991. ما شاء الله مدد مدد مدد. إيش رأيك يا ابن الشرقية يا ابن سهاد؟ في فم الدنيا يا شباب. تعال يا مولانا طلع هذا علامة زيك. كلمتين في حق الأزهر. قم في فم الدنيا وحي الأزهرة. أيوة أزهر الأزهر أزهر منارة الإسلام في ومنارة العلم والعلماء على مر التاريخ. قبل يد الشيخ قبل الشيخ في الأزاهرة الكرام. طبعا طبعا اللهم بارك وقد أزهر.